الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. بأسمى معاني الإعزاز وبأغلى آيات التقدير يطيب لي أن أرحب بسيادتكم في هذا اليوم العظيم الذي يشهد ميلاد صرح صناعي جديد، وهو مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، الذي يأتي امتدادا للمشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة، تعظيما للقيمة المضافة للثروات التعدينية. سيادة الرئيس، إن ما تحقق على أرض مصرنا الغالية خلال السنوات القليلة الماضية من نهضة تنموية شاملة كان له أكبر الأثر في إعطائنا دفعة قوية نحو بلوغ أهدافنا التي نصبو إليها. فمنذ أن وجهت سيادتكم خلال عام 2020 بإعادة هيكلة قطاع التعدين وتأسيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وهي تقوم بالعديد من المهام الداعمة للاقتصاد الوطني للحفاظ على الثروات التعدينية وتعظيم الاستفادة منها بالتعاون مع الجهات المعنية والعلمية والبحثية المختلفة. ففي مجال البحث والاستكشاف واستخراج الخامات التعدينية، تقوم الشركة بالمساهمة في توفير خام الفوسفات لشركات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم الاستفادة منه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500,000 طن سنوياً. كما يتم استخراج وطحن خام الألبيط الذي يستخدم في العديد من الصناعات، ومنها صناعة السيراميك والخزف والصيني والأدوات الصحية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400,000 طن سنوياً. أما في مجال الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية والمحجرية، فقد تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية وتنفيذ 6 مجمعات صناعية عملاقة للرخام والجرانيت بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 مليون متر مربع سنوياً بأعلى معايير الجودة التي تحقق التنافسية في السوق العالمي، مما يساهم في تعزيز الدخل القومي من العملات الأجنبية من خلال توفير احتياجات السوق المحلي لتقليل الفجوة الاستيرادية وتصدير الفائض إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى عبد السلام. ارجع كده ال 13 ل 54 تاني. ارجع. هم 10 مليون؟ 10 مليون متر مربع. وأنت مش حاسب الجلالة فيهم خالص ولا إيه؟ لا، الجلالة دول غير الجلالة معلش. طب ماشي. بالإضافة إلى استخدام المنتج في المشروعات القومية العملاقة. وفي مجال إدارة واستغلال المحاجر والملاحات، تم اتخاذ كافة إجراءات السيطرة والحوكمة الميدانية والإلكترونية، وتنفيذاً لتوجيهات سيادتكم بالتيسير على المستثمرين وتوفيراً للوقت، فقد تم إنشاء منظومة الشباك الواحد لإصدار الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص المختلفة، مع إتاحة الخريطة الاستثمارية للمستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية للشركة، واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى الاستعانة بصور الأقمار الصناعية للسيطرة على الظهير الصحراوي المحجري، مما كان له بلغ الأثر في تشجيع الاستثمار وتعظيم إيرادات الدولة من استغلال المحاجر والملاحات. السيد رئيس الجمهورية، لقد حب الله مصرنا الغالية منذ آلاف السنين بأن بارك في أرضها ووهبها كنوز عديدة مخفية، منها خام الكوارتز الذي يعد أحد الخامات الاستراتيجية الهامة نظراً لدخوله في العديد من الصناعات الاستراتيجية كصناعة الخلايا الضوئية وألواح الطاقة الشمسية والرقاء الإلكترونية، بالإضافة إلى صناعة ألواح الكوارتز عالية الجودة. وانطلاقاً من دورنا في المساهمة في خطة التنمية الصناعية للدولة وتعظيم الاستفادة من خام الكوارتز، تم إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية لإنشاء مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بهدف تعظيم القيمة المضافة للخام لتحقيق مردود اقتصادي مناسب وتلبية احتياجات السوق المحلي، مع تصدير الفائض إلى الخارج
لتوفير العملات الأجنبية مع إتاحة العديد من فرص العمل لشباب الخريجين وتوطين صناعات جديدة. سيادة الرئيس، بكل الفخر والاعتزاز أعلن لسيادتكم أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية من حيث تكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها، بدءا من استخراج الخام من المنجم حتى الوصول لإنتاج ألواح الكوارتز التي تتميز بكونها مضادة للتلوث البكتيري والفيروسي والميكروبات، مقاومتها للأشعة فوق البنفسجية والتفاعلات الكيميائية والحريق، تحملها للضغوط الميكانيكية مما يتيح استخدامها في العديد من المجالات الصناعية والطبية والفندقية والمنزلية. ويتكون المشروع من المنجم وعدد 5 مصانع. يتواجد المنجم بمنطقة مروة السويقات بمدينة مرسى علم، ويقدر حجم الاحتياطي ب 3.5 مليون طن. مصنع التكسير الأولي بمنطقة المنجم بمدينة مرسى علم، وبطاقة إنتاجية 140 ألف طن سنويا. ويتم استكمال المراحل التصنيعية الأخرى من خلال 4 مصانع بمنطقة العين السخنة تم إنشاؤها على مساحة 300 ألف متر مربع. مصنع التكسير الرئيسي، ويتم به تكسير الخام إلى حبيبات أقل حجماً مع تنفيذ عمليات الفصل الضوئي والمغناطيسي وإزالة الشوائب للوصول إلى المواصفات القياسية العالمية. 2 مصنع طحن لإنتاج حبيبات بالغة الدقة وبطاقة 140 ألف طن سنوياً. مصنع إنتاج ألواح الكوارتز بطاقة 438 ألف متر مربع سنوياً. ولقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية وبالاستعانة بالمكاتب العلمية والاستشارية المتخصصة. ففي مجال الإنشاءات تم تنفيذ أعمال حفر وخرسانات بحجم أعمال 300 ألف متر مكعب، وأعمال تركيبات معدنية 4000 طن، بالإضافة إلى أعمال الطرق وتجهيز الموقع العام وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وذلك باشتراك عدد 5200 مهندس وفني وعامل بإجمالي 2.5 مليون ساعة عمل أثناء المراحل التنفيذية للمشروع. وفي مجال المعدات وخطوط الإنتاج، فقد تم توريدها وتركيبها بواسطة كبرى الشركات الإيطالية العاملة في هذا المجال. سيادة الرئيس، بناء على توجيهات سيادتكم، تم اتباع أحدث النظم العلمية والتكنولوجية في كافة المجالات أثناء تنفيذ المشروع. ففي مجال الميكنة، تم ربط جميع خطوط الإنتاج بشبكة المعلومات الدولية بما يضمن استمرار تحديث التكنولوجيا واستخدام منظومة الـ ERP لإدارة العملية الإنتاجية بالمجمع. وفي مجال المحافظة على البيئة، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات البيئية التي تضمن الحفاظ على البيئة، بدءا من استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقامة محطة تحليب مياه، بالإضافة إلى محطة إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي لتقليل الفاقد من المياه باعتبارها أحد الثروات الطبيعية. وفي مجال الجودة، روعي اتباع أحدث النظم العلمية لمراقبة واختبار الجودة أثناء وبعد عمليات الإنتاج من خلال معامل البحوث والتطوير والجودة بالمجمع التي تم تزويدها بأحدث الأجهزة العلمية المتطورة وإمدادها بأكفأ العناصر المتخصصة في هذا المجال. وفي مجال الصحة والسلامة المهنية، تم تطبيق أحدث المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال وطبقا للمواصفات الأوروبية والعالمية، ونتيجة لاتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة، تم الحصول على شهادات نظم الإدارة المتكاملة في المجالات المختلفة. ولقد ساهم المشروع في توفير 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد تم مراعاة اختيار الكوادر العلمية والفنية بالمجمع من أوائل خريجي كليات الهندسة والعلوم والمعاهد الفنية، وتم تنفيذ التدريب الخارجي لهم بدولة إيطاليا مع عدم إخفال التدريب الداخلي ونقل الخبرات لجميع الفنيين من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء الأجانب
بما يضمن جودة المنتج وتحقيق التنافسية بالسوق العالمي. سيادة الرئيس، تنفيذا لتوجهات سيادتكم بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وعدم تصديرها كمادة خام، واستكمالا للمساهمة في خطط التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، فإنه يتم الآن إعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف لتعظيم الاستفادة من منجم خام النحاس المتواجد بجنوب سيناء بالتعاون مع إحدى الشركات الإنجليزية المتخصصة لتحديد أنسب أسلوب لتعظيم القيمة المضافة من الخام، بالإضافة إلى قيام الشركة باستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية والتنسيق مع الشركات العالمية للاستفادة وتعظيم القيمة المضافة لخام الطنطلم بمنطقة أبو دباب لاستغلاله في العديد من الصناعات الاستراتيجية. السيد رئيس الجمهورية، إن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم توجهات سيادتكم الدائمة ومتابعتكم المستمرة لكافة المشروعات والدعم اللامحدود وتذليل الصعاب من القيادة العامة للقوات المسلحة. واسمحوا لي سيادتكم أن أتقدم بالشكر لرجال الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والشركات المحلية والعالمية التي أتمت إنجاز هذا الصرح الصناعي العملاق. السيد الرئيس، نعاهد الله أن نبذل كل طاقاتنا من جهد وعرق لتصبح مصرنا الغالية في مصاف الدول الصناعية الكبرى بالمنطقة. حفظ الله مصرنا الحبيبة وأدام عزها وكرامتها، ووفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي سيادتكم في افتتاح مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمدينة مرسى علم من خلال البث المباشر. مهندس حسام محمد أنور، مدير مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمرسى علم. المصنع يا فندم طاقته الإنتاجية 140 ألف طن سنوي. المصنع يتكون من وحدة تغذية رئيسية ملحق بها وحدة تكسير رئيسية، 2 وحدة تكسير فرعية للوصول للمنتج لحجم 5 سنتي، ثم ينتقل الخام إلى الهزاز لفصل الخام من خلال السيور الناقلة. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. إنجاز عالمي استطاعت الشركة المصرية للتعدين أن تحققه عندما حصلت على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية، وكذلك المركز الأول في قطاع حوكمة المحاجر، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر أزري الدولي لمستخدمي برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، والذي يعد أكبر حدث دولي في العالم ومخصص في هذا المجال، يشارك فيه أكثر من 75 ألف شركة. كلمة المهندس حاسم حسن، المدير التنفيذي لشركة أزري بشمال أفريقيا. Your Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, esteemed audience. السيسي، السادة الحضور، سيدات والسادة، إنه من دواعي سروري أنه تم اختياري لتطبيق النظم الجغرافية والمعلومات الدولية في المؤتمر الدولي الذي تم عقده في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الإنجاز العالمي لمشاريع نظم المعلومات الجغرافية المتميزة لفهم البيانات يوضح الذين أن أظهرنا فهما عميقا للصناعات ونجحوا في استخدام وتكييف المنهجيات الحديثة للتحول الرقمي والحوكمة. وبالنسبة للشركة المصرية للتعدين، قامت باستخدام أحدث التقنيات ونظم المعلومات الغرامية في إنشاء الخطة الاستثمارية والارتقاء بقدرات وإمكانيات الخبراء والعاملين. ولقد تميزت الشركة المصرية للتعدين عن أكثر من 75 ألف مشارك، وحصلت على المركز الأول في قطاع حوكمة واستغلال المحاجر.
شكرا لدعواتكم لنا على حضور هذا الحدث، ونتشرف بشركة إزري العالمية لمنح هذه الجائزة للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. حاسم حسن بتقديم درع التميز في نظم المعلومات الجغرافية إلى اللواء أركان حرب عبد السلام أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين لحصول الشركة على المركز الأول على مستوى العالم في الحوكمة والتحول الرقمي للمحاجر والملاحات. وما تستناش حلمي يجيلك اجري وروح له، لو خبط على بابك بكره قوم وافتح لك، ده مفيش اسرع من الايام، انت الظهر، انت السند اللي بيسندهم. مصر الجميلة العظيمة، التنمية بتتولد فيها على كل شبر من أرضها، مشاريع قومية في كل المجالات بتفتح لنا أبواب الأمل في الحاضر والمستقبل، وأرض بلدنا ولادة وخيرها بزيادة، والمحاجر فيها غنية بكنوز مخفية. على امتداد حدودنا الشرقية بدأت مصر استغلال كنوز مناجمها الطبيعية في الوديان القريبة من ساحل البحر الأحمر. من هنا بتبدأ رحلة البحث عن الكوارتز. للكوارتز المصري خصائص طبيعية ومزايا تنافسية عالمية، لأن نسبة نقائه بتوصل ل 99.9%، وده اللي خلاه أحد المكونات الأساسية لمجالات صناعية عديدة، ومنها صناعة أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية، ألواح الطاقة الشمسية، المجوهرات، الساعات، السيارات، المستشفيات، والسكك الحديدية. ومصر من أكبر الدول امتلاكاً لاحتياطيات خام الكوارتز اللي كان بيتم تصديره بأسعار زهيدة، لكن بتوجيهات القيادة السياسية اتحقق الاستغلال الأمثل لخام الكوارتز بتوطين صناعته محلياً. البداية كانت عام 2020 وبتعاقد عدد من الوزارات المعنية مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لإنشاء أكبر مجمع صناعي من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط. بتبدأ أولى مراحل الإنتاج باستخراج الخام من المناجم الطبيعية المنتشرة بكثافة داخل الوديان القريبة من ساحل البحر الأحمر في مرسى علم. هنا وتحديداً داخل منطقة مروة السويقات بمرسى علم يتم استخراج الخام وتكسيره بواسطة الكسارة بمقاسات تتراوح بين 3-5 سنتي وبطاقة إنتاجية 140 ألف طن سنوياً، ثم يتم نقل الخام إلى المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وهناك بيتم إعادة تكسير الكوارتز لحبيبات أصغر يتراوح حجمها بين 3-4 مليمتر بعد عمليات الغسيل والفصل الحجمي والفصل الضوئي. ثم يتم نقل الحبيبات إلى مجمع تصنيع الكوارتز، حيث تبدأ أولى مراحل التصنيع داخل مصنع الطحن، واللي بيتم فيه عملية تكسير وطحن حبيبات الكوارتز مرة أخرى إلى 4 مقاسات لتصل حجم الحبيبات إلى 30 مايكرو. وبعد عمليات الطحن تنقل حبيبات الكوارتز إلى صوامع التخزين العملاقة والتي تبلغ سعتها التخزينية 2520 طن، وعبر الأنابيب يتم نقل الحبيبات إلى مبنى الخلط، حيث يتم تحويل الحبيبات إلى عجينة بواسطة خلاطات كبيرة تدار بشكل آلي، يتم فردها على طبقات متعددة بواسطة أحدث ماكينات وخطوط الفرد، ثم يتم نقل وتقسيم عجينة الكوارتز لجزئين، جزء يتم كبسه لعمل ألواح السادة، والجزء الآخر يتم نقله إلى الريبوت لرسم العروق.
وبعدها تعود العجينة للمكابس لكبسها وتحويلها إلى ألواح. ثم يتم نقل ألواح الكوارتز إلى الأفران حيث يتم رفع درجة حرارتها للحصول على الصلابة المطلوبة. ومع خروج الألواح من الأفران يتم نقلها بشكل أوتوماتيكي لبرج التبريد اللي بيتم فيه خفض درجة حرارة الألواح إلى درجة حرارة الجو الطبيعية. ومننتقل في جولتنا داخل المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز لخطوط الجلي والتلميع، حيث تتم عمليات الجلي والتلميع باستخدام أحدث الماكينات والتكنولوجيات الخاصة للوصول لدرجة عالية من الجودة واللمعان طبقا للمواصفات الأوروبية. وأخيرا تدخل الألواح المرحلة الأخيرة من مراحل التصنيع، وهي مرحلة اختبار الجودة والصلابة، واللي بتتميز بيها ألواح الكوارتز المصرية واللي بتبلغ درجة صلابتها 7 بقياس موس للصلابة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي لألواح الكوارتز 438 ألف متر مربع سنوي من ألواح الكوارتز، صروح صناعية بتحقق أفضل المعايير البيئية باستخدام الطاقة النظيفة من الكهرباء، ومحطة لإعادة تدوير المياه بسعة 556 متر مكعب، بالإضافة لنظم علمية لاختبار ومراقبة الجودة في مراحل التصنيع. Buongiorno a tutti voi e grazie per avermi invitato a questo importante evento. Sono molto contento ed emozionato di essere qui. Contento perché dal mio punto di vista, grazie a un'ottima collaborazione tra i vari team, è stato fatto un grande lavoro. Oggi inauguriamo l'unico sito al mondo che, partendo da roccia madre, attraverso un modernissimo impianto di trattamento e un efficientissimo impianto di produzione lastre, può vantare un ciclo completo. Sono emozionato perché ho il privilegio e l'orgoglio di essere qui in Egitto con voi.